السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. هذه الحلقة التي سأصحبكم أنا فيها نيابة عن الزميل سامي السامعي. وسبع سنوات مضت منذ انتفض أبناء الشعب اليمني في وجه جلاديهم مطالبين إياهم بالرحيل عن السلطة التي احتكروها لثلاثة عقود. خرجوا من كل حدب وصوب، ملأوا الشوارع والساحات، ومطلبهم مطلب واحد: دولة مدنية مبنية على قيم العدل والحرية والمساواة. في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة سنناقش معكم ماذا يتذكر الناس عن فبراير، وماذا تعني الثورة لشبابها والمشاركين فيها بعد مرور سبع سنوات، وما هي الحصيلة التي تحققت حتى الآن من أهدافها، وهل الثورة الشبابية الشعبية اليمنية 11 من فبراير 2011 هي في الحقيقة ثورة من أجل الانتقال الديمقراطي الذي يحقق بدوره النمو والتنمية لاحقا. كما سنناقش دور الثورة المضادة وتأثيرها على مسيرة ثورة فبراير وإعاقة المضي في تحقيق أهدافها، وما هي أسباب الفوضى وانتشار العنف الذي تشهده اليمن منذ ثلاث سنوات والتي حالت دون المضي بخطوات الثورة. مشاهدينا، قبل استقبال اتصالاتكم وبدء النقاش سنتابع سويا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة وئام الأكحلي، وثم نعود، ابقوا معنا. عاش ملايين اليمنيين على هامش الحياة دون أن يسمع العالم أصواتهم أو يشاهد معاناتهم في وضع استمرت فيه ذات الصورة والنخبة نفسها لأكثر من ثلث قرن جاثمة على صدور اليمنيين. قبل 11 من فبراير 2011 لم يكن معروفا للعالم معنى أن تكون يمنيا ولا ماذا يحدث في تلك البقعة الجغرافية التي لم ينسها التاريخ ولكن تجاهلها العالم. ديكتاتورية ذات نظام عائلي قوضت السلطة واحتكرت الثروات وأسست لنظام حكم أقرب للملكية منه لجمهوري. 33 عاما انتهت بتصنيف اليمني كدولة فاشلة اشتبكت فيها السلطة مع المعارضة في تكامل صوري لمعنى أن تكون في بلد ديمقراطي لا يعترف بمواطنيه إلا باعتبارهم أصوات انتخابية يجب حشرها في صندوق ينتخب الحاكم وحيدا. وصل الربيع إلى اليمن باكرا على غير عادته، وتحول شتاء المدن اليمنية إلى ربيع مزهر توج بانتفاضة شعبية عارمة لم يتوقف هديرها إلا مع تحقيق أول شعاراتها بإسقاط طاغية طالما حسبه الكثيرون مخلدا على كرسي السلطة للأبد. كانوا يريدون التغيير والحرية ورفع أصواتهم لتصبح مسموعة. فقبل 11 من فبراير كان عليك فقط أن تكون ذا شأن سياسي كبير لتنال هذه الميزة. وكالثورات التي تنطلق من الشارع أصبح الفلاح والعامل والطالب من يتقدمون الصفوف ويرفعون أصواتهم عاليا لتتلاشى وراءها الأصوات الرديئة للسياسيين محتكري المشهد في البلاد طوال عقود طويلة. الشعارات التي رفعتها ساحة التغيير في مختلف المدن كانت بسيطة وصادقة، تريد الحرية والخبز وبلدا يحفظ كرامة مواطنيه وينهي حقبة الفساد واحتكار القرار السياسي والارتهان للخارج. لم يصمد النظام الهش طويلا فتهوى تحت شعارات السلمية، وبعد تحقيق الهدف المعلن بسقوط النظام كان لابد من مواصلة النضال السلمي الذي تحول في عثرة من التاريخ إلى حرب مستمرة. لكن في عمق هذه العثرة ما تزال تتواجد حاليا صدى أصوات الشباب. إذن مشاهدينا، سنناقش في موضوع حلقتنا اليوم حول الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير، وسينضم إلينا الآن حفظ الله العميري. مرحبا بك سيد حفظ الله.
أهلا وسهلا أخي. أهلا بك سيد حفظ الله، يعني سنبدأ معك بهذا التساؤل، يعني ماذا يتذكر الناس عن ثورة 11 من فبراير؟ يعني ماذا تعني هذه الثورة لشبابها والذين خرجوا في هذه الثورة؟ أخي الكريم، أولا أنا أشكر قناة بلقيس اهتمامها الكبير بهذه الثورة وكل شباب بلقيس الذين هم أصلا هم شباب ثورة 11 فبراير. أهلا بك. ثورة فبراير تعني لنا كشباب يمني وكشباب نضج مع ثورة فبراير واتخذ طريقه مع هذه الثورة تعني لنا الكثير. أنا شخصيا تعني لي تلك الهتافات التي كنت خرجت لأجلها وأنا لازلت في نهاية الثانوية العامة، تعني لي أننا خرجت من الطرق الذي كان على ظهورنا جميعا أو على رقابنا جميعا. كنا نعتبر على أن الطاغية هذا الطاغية هو الذي مقدس لا يجوز الحديث عنه أو الحديث في وجهه، فصرنا جميعا كمواطنين أو كأفراد أو حتى كأطفال نصرخ في وجهه ونقول له ارحل. هذه الثورة التي كسرت القيود، كسرت كل الحواجز التي وضعها الطغاة ووضعها من يريد أن يستعبد الشعب اليمني، الشعب أبناء سبا وحمير، كسرت هذه القيود وكسرت الأغلال الذي وضعوها حول رقابنا. أتذكر من الثورة تلك الهتافات العظيمة التي صرحناها ونحن ننشد دولة مدنية، دولة العدل، دولة المساواة، دولة الديمقراطية، الدولة الحديثة التي خرج لأجلها اليمنيون وسبقوا دماءهم. أتذكر تلك الطفلة التي قالت بصوت يغلبه النحيب علي سيرحل علي صالح قتل بابا. أتذكر تلك الجراحة التي أصبت بها مع رفاقي ونحن ندافع عن الثورة في النهضة. أتذكر أصدقائي الذين قتلهم الطاغية علي عبد الله صالح وهم في مقدمة الصفوف سلميين ينادون سلمية سلمية وتلك الرصاص الغزيرة التي أنهالت إلى صدورهم. أتذكر حماس الشباب، حماس الفتيات، حماس الأطفال، حماس الكبار والصغار والشيوخ وهم يجسدون مظهر حضاري كبير في ساحات التغيير وفي ساحات الكرامة وفي ساحات الحرية. نعم، لكن سيد حفظ الله، يعني هناك أيضا من يحمل رأي مغاير ويقول لماذا خرجت ثورة فبراير، يعني ما الداعي لهذه الثورة؟ لا يخفى على الكثير ما كان يعيشه الشعب اليمني قبل ثورة فبراير. كان هناك مشروع لتنصيب طاغية أو قد كان في مراحله النهائية. كان هناك مشروع لتوريثنا كمجموعة من الخرفان إلى هذه كان هو يعتقد كذلك، ولكن الثورة خيبت آمالهم. كان هناك مشروع لتوريث الشعب اليمني كاملا إلى هذه إلى أسرة علي عبد الله صالح وإلى أبنائه. كان هناك شعب مخنوق، كان علي عبد الله صالح ونظامه البائد كان ينوي خنقنا جميعا بالتوريث وبجيش عائلي وبمعسكرات تتبعه، وكان هناك طوق كبير يلف على رقابنا جميعا الا ان شباب ثورة فبراير خرجوا وفكوا هذا الطوق. نعم، لكن سيد حفظ الله، يعني هناك من يتساءل ما الذي تحقق حتى الان؟ انا بالنسبه لي شخصيا اذا ما تحقق على انني الان اقدر اتكلم بصوت عالي ضد اي طاغيه يحاول تكرار او ضد اي نظام يحاول اعاده هذا الطوق على رقبتي وعلى رقبه الاجيال من بعدنا. اذا لم يتحقق الا ان هذا القيد انكسر، وهذا ونحن الان بصوت عالي الطفل والكبير والصغير يستطيع ان يقول لكل طاغيه ياتي او لكل فلول الطغاة الذي يأتي الآن أن يقول لهم لا، أو يقول لهم أرحل، أن يقول لهم لا مكان لكم، وأن يقول حتى لداعميهم ومن يقف خلفهم أن لا مكان لكم في هذه البلد. إذا لم تحقق فبراير إلا هذه الصحوة الذي أنتجت هذا الزخم الكبير وهذا الوعي الكبير الذي ينتج الآن والذي أنت الذي حاصل الآن في الساحة لكذا. نعم، لكن سيد حفظ الله، أيضا ما يحدث اليوم في البلاد هناك من يحاول يعني تحميله لثورة فبراير، ما رأيك؟ هذه الأصوات أصبحت معروفة وأصبح الشعب اليمني يعي جيدا. من وقف مع الحوثيين حتى من بعد الثورة، من وقف ضد حكومة الوفاق الوطني ومن وقف ضد مخرجات الحوار الوطني هم أنفسهم الآن.
من طبل الحوثيين ومن اوصلهم الى صنعاء ومن اوصلهم الى عدن ومن اوصلهم الى كل محافظه وقريه يمنيه هم الان الذين ينادوا الذين يقولون يحملون فبراير مسؤول المسؤوليه عن الاحداث التي انتجوها هم بايديهم. نعم. ثوره فبراير كانت تنشد العدل، تنشد المساواه، تنشد المواطنه المتساويه. هم من وقفوا في طريقها، هم الذين يحاولوا تعكير او حرف مسارها ولكن لم يستطيعوا. هذه الاصوات يا اخي او هي من طبلت الحوثيين يوم دخولهم صنعاء، وكانت تقول على ان هؤلاء الحوثيون كانت المشاكل بينهم وبين الاصلاح او بين اي مجموعه بين مجموعات اخرى، بينما هذه الميليشيات كانت تجتاح الدوله وتجتاح مؤسسه الدوله وتجتاح العاصمه وتجتاح حتى المدن اليمن الاخرى. كانت هذه الاصوات التي تحمل فبراير الان المسؤوليه تقف معها، ولما انقلبت عليها هذه الميليشيا وقامت اختلف الثرى. نعم. قامت هذه الاصوات بتغيير نبرتها، وحتى اذا انها لم تهاجم الميليشيات الذين فعلت بهم الافاعيل وقامت تهاجم ثوره فبراير، وهذا ان يدل على شيء، فانما يدل على ان هناك جبن كبير بمواجهة الميليشيا المسلحة. نعم. إلى مواجهة من خرجوا بثورة سلمية يحملون الورود. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا حفظ الله العميري. نستقبل اتصال آخر سينضم إلينا رامز الشارحي. رامز مرحبا بك. رامز هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال برامز الشارحي. مشاهدينا سنذهب لمتابعة بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب، نستعرضها سويا. الحادي عشر من فبراير لم تكن ثورة من أجل الحرية أو الديمقراطية أو البطالة أو العدالة الاجتماعية، بقدر ما كانت ثورة من أجل الكرامة، من أجل كرامة المواطن اليمني، الإنسان اليمني، الكرامة التي داس عليها النظامين الملكيين الإمامي والعفاشي، والذين جعلوا المواطن اليمني يعيش مهانا وغريبا داخل وطنه. ثورة فبراير التي خرج فيها المعلم والطبيب والمهندس والصيدلاني والأكاديمي والمثقف، خرجوا لأجل كرامتهم وكرامة أولئك الأتباع الذين ناهضوا الثورة وكانوا يذهبون إلى ميدان السبعين وبعضهم حافي القدمين ليهتفى ضد حريته وكرامته. أما بالنسبة لما حققته الثورة، لو لم يكفها سوى تلك الوثيقة التاريخية المقدسة التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، والتي حلت حلا جذريا جميع مشكلات اليمن، ما حققته الثورة أنها أسقطت النظام الفاشي العفاشي الذي خرجت من أجله. ما حققته الثورة أنها رسمت وأرسلت للعالم صورة عن اليمن واليمنيين في تضحياتهم ودفاعهم عن حقوقهم وكرامتهم، وباعتراف العالم كرم هذه الثورة بجائزة نوبل للسلام. ذكرى فبراير السابعة لازلنا متمسكين بأهداف ثورة فبراير السلمية، تلك الثورة اللي خرج فيها كل أطياف الشعب للساحات سلميا ووضع السلاح جانبا، وكان أهدافهم بناء دولة قوية، دولة مؤسسات، دولة تحارب الفساد والمحسوبية، دولة تحمي الدستور لا تقوم بتعديلات مستمرة للدستور، دولة تحمي أو تنظم الانتقال السلمي للسلطة. لكن للأسف الشديد نجحت الثورة نوعا ما في انتقال السلمي للسلطة، وبعد الانتخابات نجحنا أيضا في إقامة حوار وطني انتهى بمسودة الدستور تضمن قيام دولة اتحادية، دولة تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة. للأسف الشديد أعداء الثورة استمروا في محاولاتهم في حرف مسار الثورة، ونجحوا في نقل البلد إلى مربع الصراع الدامي إلى حد الآن والمستمر، لكننا مستمرون والثورة مستمرة بمبادئها السلمية التي ترفض العنف، ترفض إسالة الدماء، وإن شاء الله ستتحقق كل الأماني وكل الأهداف. هل حققت فبراير أهدافها؟ بالتأكيد لا، لكن يكفيها أنها فتحت كل الجروح والتقيحات في جسد كان مليء بهذه الجروح والتقيحات. هل برأت هذه الجروح والتقيحات؟ أيضا لا، لكن هذه ليست مسؤولية فبراير وليست مشكلتها بقدر ما هي مشكلة ومسؤولية من تحكموا بهذا البلد بعد فبراير.
لماذا؟ لأنهم حكموا هذا البلد بنفس الآليات والوسائل والأساليب ورجال ما قبل فبراير. لكن قدر هذه الثورة أن تنتصر، ستنتصر بروح شبابها وبمبادئها وبأحلام شهدائها يوما ما، وستعيد لهذا البلد ألقه وعافيته وروحه وحياته. ثورة فبراير هي نكبة لمن فقد سلطته ومصالحه، وهي ثورة لمن تحققت أرباحهم ومكاسبهم، وهي أيضا حلم لم يتحقق بعد للفقراء والمساكين وبقية فرد الشعب. وتحياتي. فبراير هي الثورة التي سعى من خلالها الشباب إلى تحقيق أحلامهم باسترجاع وطن منهوب من قبل عصابة قادت اليمن 3 عقود، وطن يستوعب إبداعاتهم ومواهبهم ويكفل حريتهم وحرية كل مواطنين. إذن مشاهدينا نستقبل اتصال جديد عاد إلينا مجددا رامز الشارحي. مرحبا بك سيد رامز. رامز هل تسمعني؟ إذن سينضم إلينا أيضا متصل آخر همدان الحقب. سيد همدان مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك سيد همدان. يعني نناقش اليوم الذكرى 7 لثورة 11 من فبراير، الثورة المجيدة. يعني هنا نتساءل ماذا يتذكر الناس عن فبراير، وماذا تعني ثورة فبراير لشبابها والمشاركين فيها بعد مرور 7 سنوات؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. مساء النور، أهلا بك. وأيضا السلام والإجلال والإكبار موصول لشهداء فبراير وجرحاها، هؤلاء الذين هم ضمير اليمن الذي لا يأفل أو يموت. ثم أيضا دعني أن أحيي شباب فبراير مستقبل اليمن ورأسمالها ومركبها الضخم الذي سيمضي باليمن إن شاء الله لتحقيق أهداف فبراير وليلحق اليمن بعد التخلف الدائم لفترات طويلة بركب العصر والحضارة. يتذكر اليمنيون عن فبراير أنها ذلك الحدث العظيم الذي وحد قلوب اليمنيين وأبرز للعالم صورة شعب يرفض أن يسقط أو أن يبقى دون أن يحصل على حقوقه بعد مرحلة من السلب والظلم والإفجار والتجويع. وكذلك أسقطت هذه ثورة فبراير، قدمت للعالم صورة مغايرة عن تلك التي استمات النظام في أن يرسمها عن شعبه، وهو أنه شعب متخلف ولا يمكن لهذا الشعب أن يصنع ثورة أو أنه يستحق الوضع الذي هو فيه لأنه مجرد شعب جبلي متقاتل متناحر. فكانت ثورة فبراير هي واحدة من أنصع الصور وأعظمها عن شعب أصيل عظيم سبق وأن صنع حضارات عديدة ومتتالية. نتذكر عن فبراير العظيم أنه أيضا قدم اليمنيين بشكل متميز حتى على أقرانهم من الثوار في بقية الأقطار العربي، فقد جرت هذه الثورة في بلد هو يعني غابة من السلاح، ومع هذا استطاعت الثورة أن تحافظ على سلميتها حتى أنجزت الكثير من أهدافها، وكانت يعني جاب قوسين أو أدنى من وضع اللمسات الأخيرة على مرحلة جديدة وضعتها فبراير نصب عينها، وكانت في طليع الأهداف المنشودة بالنسبة لها. نعم، لكن سيد يعني همدان، يعني كل ما ذكرته عن ثورة فبراير اليوم، يعني بعد مرور 7 سنوات هناك من يطرح ويقول يعني ما الداعي لخروج الناس وما الداعي لهذه الثورة؟ لم تكن الثورة حدثا عابرا ولا حدثا اعتباطيا، كانت الثورة ضرورة تاريخية، يعني أنتجتها مجموعة من الظروف الموضوعية السياسية والمجتمعية. وإذا كان ثمة شعب يستحق الثورة يعني فهو الشعب اليمني. فهؤلاء يعني هم لا يستلون في وجه الثورة إلا مثل هذا التوصيف، والحقيقة يعني أنهم لا يمتلكون أي يعني ما يبرر مثل هذا القول. والثورة يعني كانت تعبيرا حقيقيا وتعبيرا مطلوبا وحتميا يعني في وجه نظام كان قد أوغل فسادا وصادر كل إمكانات الشعب وأنتج الأزمات وأدار البلد بهذه الأزمات،
يعني كانت الآفاق قد انسدت امام الناس، لم يعد هناك من مجال الا الثوره. وطالما حاولت القوى السياسيه قبيل مرحله الثوره ان تضغط على النظام ليجري بعض الاصلاحات يعني التي ممكن ان تتفادى سقوط اليمن او اتجاهها باتجاه التشظى الذي كانت تسير اليه بوتيره متسارعه. وعندما ادرك اليمنيون انه لا مجال ولا يعني امل يرجى في ان يستوعب ان النظام ما يطرح لاصلاح مسار البلد وحاله وواقعه، خرج الشعب الى الشارع، وبالفعل استطاع هذا الشعب ان يسقط النظام وان يضع البلاد على طريق جديد لولا تلك الصعوبات التي برزت في وجه فبراير. وبالامكان يعني ان اتحدث عن بعضها، وهي أن الثورة لم تواجه أعداء فقط مندسين في صفوفها أو إلى جانب النظام، وإنما أيضا تكالب عليها أعداء كثر من خارج الحدود اليمنية. والكل رأى في فبراير أنها إذا استمرت في المضي نحو تحقيق أهدافها أنها ستمثل خطرا عليهم، ولك أن تتخيل هذه الصعوبات. نعم، لكن ما هي الحصيلة وما الذي تحقق سيد همدان؟ هو أن الثورة فتحت أفق أمام اليمنيين. صحيح أن الوضع الآن يعني في حالة من الانهيار، والأوضاع قاسية وصعبة على الناس تحملها، لكن ياما ثورات عظيمة في التاريخ الإنساني خلقت مثل هذا الوضع، لكنها كانت محطة لا بد منها إذا ما توافرت الظروف يعني لقيامها كما هو جاري في اليمن. ثم عبرت هذه الثورات إلى الضفة الأخرى التي تنشدها، وهي ضفة النماء والبناء والديمقراطية ومشاركة الجماهير في الحكم وكل ما يعني بالنسبة للثورة المضادة، هل نجحت في إعاقة أهداف ثورة فبراير أو يعني مسيرة فبراير؟ أيوة، دعني أحدثك أنه من نعم من الخطأ أن نتحدث عن فبراير بصفتها يعني مآلات الأحداث أو ما آلت إليها الأحداث، هذه الأحداث المأساوية التي يعيشها البلد. الثورة حققت أهداف عظيمة واستطاعت أن تجمع اليمنيين على طاولة واحدة وحوار يعني شهد له القاصي والداني، ووضعت يعني أسس مستقبل البلد، وكانت متسامحة حتى مع النظام الذي سارت عليه، كان هو يعني نصف المشهد وأعطت رئيسه حصانه. لم تكن ثورة انتقامية، كانت ثورة تحلم بالمستقبل وبالبناء، لكن هؤلاء لم يرضوا أن يخرجوا من دائرة التفكير بالاستحواذ على البلد وهدر ثروته وسيادته يعني، فتحالفوا مع أعداء كانوا مندسين حتى في صف الثورة وانقلبوا على الثورة. إذن يجب أن نتحدث عن وضع الثورة اليوم بما أحاط بها من أحداث، وأهمه أنه جرى انقلاب على الثورة والمؤامرات التي أحاطت بها. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد همدان الحقب. نستقبل اتصال آخر، سينضم إلينا من تعز صحفي أحمد شوقي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد أحمد. يعني اليوم نتحدث عن الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير، يعني ماذا يتذكر الناس عن هذه الثورة، وأيضا على وجه التحديد يعني ماذا تعني هذه الثورة لشبابها والمشاركين فيها في الذكرى السابعة؟ طبعا في الذكرى السابعة هناك جدل يدور حول ثورة فبراير، هل كانت ثورة ناجحة أم لا، هل أدت مقاصدها أو أهدافها الرئيسية أم لا، وهناك جدل في الشارع حول هذه المسألة بين هناك يعني أطراف ما محسوبة على بقايا نظام علي عبد الصالح أو أنصاره من جهة، أطراف أخرى في الحرم الجنوبي وأطراف أخرى في صف الشرعية مثلا تعتقد أن ثورة فبراير كانت حدثا مهما مصدريا من أجل الخروج بالبلد من النفق المظلم الذي كان داخلا إليه. فالناس الآن تتذكر هذه الثورة وتعمل على جرد أولي لحصلت بها، ما الذي جرى خلال هذه السنوات السبع، ما الذي قدمته الثورة لنا كيمنيين. أيضا هناك محاولة يعني اختراق للثورة من قبل من كانوا محسوبين على النظام السابق، من كانوا أيضا معارضين لهذه الثورة أصبحوا الآن يتصفقون باسمها، انتعت عدد من الانتهازيين طبعا باسم الثورة، استفادت أطراف مختلفة من الثورة هذه وصعدت عليها، وبالتالي هذا الجدل ما زال قائما، لكن الجميع تقريبا لديهم نظره ان هذا الحد
لن يكون يعني اليوم نهايته أو بعد سنة، ولكن ستظل ارتدادته مستمرة وقائمة إلى حين أن نرى المحصلة النهائية، إما من خلال الخروج إلى دولة أو من خلال الدخول في فوضى وبالتالي قيام ثورات لاحقة تثبت أن هذه الثورة قد انتهت إلى فشل. نعم، لكن البعض يقول لا داعي لثورة في اليمن ولخروج ثورة في العام 2011. نعم، يعني لا داعي لثورة لاحقة تقصد؟ نعم، البعض يطرح هذا الطرح يعني منذ سنوات. لا، أنا أعتقد أنه قضية الثورة في اليمن هي يفترض أنها قضية تحقيق أولي على الوضع القائم. اليمن للأسف خلال المراحل الماضية شهدت حروب كثيرة وثورات كثيرة، لكن لم تشهد ثورات بالمعنى الشعبي العام. لم تخرج اليمن كلها في ثورة واحدة، سوى في ثورتي سبتمبر في الشمال وأكتوبر في الجنوب وثورة فبراير في الشمال والجنوب. هذا الخروج هو من حيث يعني أهميته هو من حيث ضرورة الاحتجاج على الوضع القائم ووضع الدولة الذي عاشت في اليمن خلال يعني 1200 سنة أو ربما حتى 1500 سنة على الأكثر. هذا الوضع الذي كان يجب علينا أن نحتج عليه، احتجينا عليه بطريقة سلمية، بطريقة مدنية، بطريقة جميلة عبرت عن نفسها بشكل مختلف وبشكل لائق بالعصر الذي نعيش فيه، وكانت تنتمي إلى أحلام وأهداف هذا العصر الذي نحن يعني ننتمي إليه. ولكن حدثت مثلا إشكالات، هناك صراع مع الماضي، صراع مع إرث طويل من التهنوت، من الاستبداد، من التناقضات القبلية والمناطقية إلى آخره. نعم، هذا الصراع طبعا سبب أن الثورة تعثرت في تحقيق نتائج جيدة، تسلق على ظهرها بعض الأطراف وبعض القوى. هذا كله الآن محكات ما زالت تستمر. أنا أعتقد أن ثورة فبراير هي اليوم وهي الأمس وهي الغد. معنى آخر أن هذه السنوات التي مضت منذ 11 فبراير 2011 هي محكات تمر فيها ثورة فبراير، ومن خلالها نحن يعني نجدد أهدافنا ونطور أدائنا وكذلك ننقح ونشذب من ممارستنا وسلوكيتنا خلال الماضية ومن قدرتنا للأمور بحيث أن تصل هذه الثورة بعد هذه الحرب إلى محكات أخرى مفصلية تفرز ما هو مشروع الثورة. نعم، نحن قلنا سابقا أن هذه الثورة سبب اختطافها كانت أنها كانت ثورة بلا مشروع، وهذا شيء طبيعي في ظل الوضع الذي كان قائما وضع استبداد وشبه عزلة للمجتمع، عدم وجود قوة سياسية حية حقيقية قادرة على إنتاج مشاريع يعني وطنية، وبالتالي جاءت الثورة هذه تنطلق الصف احتجاج، لكن لم يكن هناك مشروع للثورة ولم يكن هناك حامل سياسي. ووصلنا إلى هذه النقطة أنه اختطفت أجزاء من هذه الثورة أو أفرغت بعض المضامين، لكن ما زال هناك بعض من الذين هاجس هذه الثورة وأحلامها يواصلون العمل ويحاولون إنتاج مشروع وطني يليق بها لتكون هذه الثورة راسخة. نعم، لكن سيد أحمد، نعم سيد أحمد، يعني ما قراءتك لمستقبل اليمن وأيضا لعملية التحول الديمقراطي؟ أنا أتوقع أنه إذا انتهت هذه الحرب، طبعا نحن مستقبلنا مرتبط بالخارج كما تعلم وأعلم أخي الكريم، ولكن أعتقد أن اليمنيين إذا سمسوا عنصر السيادة الوطنية كعنصر أولي في كفاحهم من أجل بناء دولتهم والاستقلال كذلك، وأعتقد أنهم إذا خاضوا هذه المعركة حتى النهاية وانتصروا على فريق الحوثي ستظهر أيضا بعض التناقضات داخل المعسكرات المنتصرة اللي هي محسوبة على الشرعية، وهذه التناقضات مهمة وضرورية لكي نفرز أنفسنا، لأن الحكم بالتوافق باختلاف الأهداف هذا غير وارد، لأنه سيؤدي بنا إلى مشاكل قادمة. نحن المشاكل التي مررنا فيها والصراعات والحروب والنزاعات كانت بسبب أن أهداف منظومة الحكم، تيارات منظومة الحكم لديها أهداف متناقضة ومختلفة، وبالتالي كان هناك يجري عملية توفيق مستمرة لهذه الأهداف من هنا وهناك، وكانت تستمر بعض الوقت، لكن سرعان ما ينفجر الصراع لأن الأهداف ليست متسقة لدى الجميع. والآن نحن الآن سنخوض صراع آخر، حتى لو انتصرنا على ميليشيا الحوثي سنخوض صراع من أجل اختلاف مشاريعنا واختلاف أهدافنا، وسيكون هناك صراع داخل الشرعية في المستقبل، لكن أتمنى أن يكون مشروع اليمن يعني بلد واحد أو على الأقل اليمن الكبير الذي نحن نحلم به، وأن يكون مشروع الدولة المدنية التي نتمناها هو السائد وهو الذي ينتصر بشكل سلمي بدون فوضى نزاعات مسلحة إن شاء الله في المستقبل القريب. أتمنى أن لا تحدث ولا تتكرر. نعم، إذن أحمد شوقي صحفي من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم.
إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدينا. سينضم إلينا المتصل الجديد رائد الفضل من صنعاء. سيد رائد مرحبا بك. أخي أهلا بك سيد رائد، هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك. سأتحدث عن ماذا تعني لنا الثورة. نعم تفضل تفضل تحدث. الثورة هي اكتشفت هذا الوطن الذي كان يختبي في عباءة اللعبة السياسية التي كان يمارسها النظام أنذاك، وكانت أيضا المعارضة في تلك الفترة تضفي على النظام صفة الشرعية بقواعد لعبة ديمقراطية هشة ولا تنبا عن أي تطور للمستقبل أو للمضي نحو الزمن. الثورة كانت فعل مقدس، ليست ذنب وليست عيبا في حياة اليمنيين، بل أنها أنجى ثورة أو أنجى فعل سلمي حدث في تاريخ اليمن خلال 100 سنة. الثورة الآن يجب عليها أن تتصالح مع الطرف الآخر أو مع الطرف الذين يعتقدون أنها قامت ضدهم، وهي بالأساس لم تقم ضد أحد، بل قامت ضد منظومة شاملة من المفاهيم والقيم والمبادئ التي ترسخت في أذهان اليمنيين وجعلتهم عاجزين عن التحرك نحو المستقبل أو التفاعل مع العالم في كل المجالات، في الحقوق والحريات وغيرها. أنا أتساءل الآن، ماذا تستطيع أن تقدم الثورة؟ ولماذا لم يستمر حتى ولو الزخم الإعلامي والخطاب الإعلامي من خلال المؤسسات التي أنتجتها الثورة حتى ولو على مستوى منظمة مدنية؟ يجب أن يستمر الفعل الثوري من خلال المرحلة الجديدة التي نحن فيها الآن، وقناة بلقيس مذكورة على هذا الدور الذي تقوم به كحاضنة إعلامية لثورة فبراير. نعم. أنا أؤكد لك أخي أن الثورة زادت من منسوب الوعي في المجتمع اليمني، وعادة الاعتبار لقواعد اللعبة السياسية. جميل جميل يا رائد، لكن نعم رائد هنا نقطة، لكن يعني في من يتحدث أن يعني ما قبل عام 2011 الأمور كانت حلاوة، يعني ما كانش في داعي لثورة، يعني ما ردك على من يطرح هذا الأمر؟ هذا ردي على هذا الشخص الذي يقول هكذا، إذن يجب عليه أن لا يتطور وأن لا يتكاثر وأن يتوقف الزمن على مرحلة معينة، بمعنى أن يبقى واقف ولا يعرف تطور الإنسان، وهذا يحتاج إلى فلسفة. فلسفة تطور الإنسان ومعرفته وتطور العلمي والتكنولوجي والحقوقي والحريات، هذا ما يزال في عصر متخلف جدا يرضى بالقليل لأنه يتوهم أنه سيخسر كل شيء. نعم، لكن رائد يعني الثورة المضادة التي قادها نظام المخلوع بالشراكة مع ميليشيات الحوثي، يعني هذه الثورة المضادة هل نجحت في إعاقة مشروع 11 فبراير؟ يا أستاذي، الثورة المضادة يقوم بها أيضا بعض الثوار من أبناء فبراير، حتى ولو على مستوى اليأس فاليأس خيانة. يجب أن ننتصر للقيم والمبادئ التي خرجنا نطالب بها، لا ليست بالضرورة التحالفات، قد تكون تحالفات سياسية. مثلا جماعة الحوثيين كانوا متواجدين معنا في الساحة ولو بشكل رمزي أو بشكل مبطن نوعا ما. نستطيع أن نقول أن الثورة اليوم يجب أن تتصالح مع كل الأطراف. لقد ذهب ورحلت تلك المنظومة بشكل عام، تبقت بعض المفاهيم والسلوكيات والقيم التي ورثناها من نظام سابق، معارضة وحاكم وشعبا ومجتمع يجب أن ننبذها وأن نذهب نحو المستقبل. الثورة المضادة يقوم بها أيضا بعض الثوار والأحزاب السياسية التي كنا نظن أنها الحامل السياسي لهذه الثورة. نعم، لكن سيد رائد أيضا هناك من يحمل ثورة 11 من فبراير يعني تبعات ما حدث خلال 3 سنوات الماضية، ما رأيك بذلك؟ هذا القول
لا استخف به، ولكنه قول سطحي جدا ينم عن ثقافة بسيطة جدا. ما الذي فعله الشباب مثقفون خرجوا من الجامعات يقفون في الشارع تخلوا عن أسلحة آبائهم وأجدادهم وثقافة العنف وقالوا إلى هنا يكفي، يجب التغيير. لا يجب تحميل الثورة، العنف موجود من قبل وما هو موجود من عنف الآن لا يمثل 3 سنوات فقط، هذا يمثل 33 سنة، يمثل تاريخ ممتد من الاحتجام ومن الغبن التاريخي لبعض الجماعات وبعض المكونات في المجتمع اليمني. الآن برز إلى السطح، بروزه ليست سببها الثورة أبدا. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد رائد الفضل، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، هناك بعض المشاركات وصلتنا عبر صفحة القناة في فيسبوك نستعرضها سويا. هنا تعليق للأخ جابر السلمي، جابر السلمي يقول: يوم تنفس فيه الشعب الحرية، يوم تعلم فيه الشعب الحرية، فبراير الحرية والانعتاق من الاستبداد وكسر حاجز الخوف من الظلمة. تعليق آخر للأخت سوما عماد، سوما عماد تقول: هو اليوم الذي قدرت أقول فيه للظلم ارحل من دون خوف، ولحد اليوم فالثورات لا تنتهي بمجرد الأيام والسنين أو الأشخاص، ومن يشوف التاريخ يتأكد أن الثورة ما زالت مستمرة وأن احنا ما زلنا ثوار وأهدافنا باقية حتى نحققها، واللي خرجوا للساحات هم الآن يقاتلوا في الجبهات، فالثوار ما زالوا على الظلم ثوار. تعليق آخر للأخ عبد الله مبارك الجهيمي، عبد الله يقول: انتفض اليمنيون في هذا اليوم أملا في الحرية والديمقراطية، كان حلمهم بناء دولة مدنية على أساس الإخاء والمساواة، لكنها حيكت ضدهم المؤامرات من أعدائهم وأعداء الحرية وحتى ممن كانوا يظنون أنهم أصدقائهم، فحاولوا إجهاض ثورة الشعب ففشلوا، وما زالوا يحاولون للقضاء على هذه الثورة، لكن ستبوء محاولاتهم بالفشل وسيخرج اليمنيين أقوى مما كانوا عليه. رسالتنا للذين يقولون أن الثورة دمرت اليمن، نقول: لن نخرج لندمر أو لم نخرج لندمر اليمن، خرجنا لكي يحصل كل شخص على حقوقه الكاملة في عهد دولة مدنية، خرجنا ضد حكم عسكري عائلي لنبني جيشا ولاءه للوطن، والآن الجيش كان ولاءه، ولأن الجيش كان ولاءه عائليا طبعا وبدون شك تم استخدامه ضد الشعب، فكانت النتيجة كارثية وهي مأساة شعب، هذا كان سيحصل سواء طال الزمن أو قصر. تعليق آخر، التعليق الآخر للأخ معين الجميلي، الأخ معين يقول: سنظل نحفر في الجدار إما وجدنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. 11 فبراير حلت الظلمة مؤقتا، لكننا رغم كبت الحس الثوري ففينا ماضون نحو التحرر الفكري أولا، وحين نتحرر فكريا سنحرر الأرض بمن عليها، وسيظل عام 2011 عام العزة، نتمنى عودته أو إعادته واستعادة ثورته بفكر أفضل وثورة أكثر تحرر وثبات، ثورة مجيدة. إذن مشاهدينا، هذه كانت آخر المشاركات التي وصلتنا عبر الفيسبوك. معنا اتصال، إذن سينضم لنا محمد محسن من القاهرة، مرحبا بك أخ محمد. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك أخ محمد، يعني نتحدث اليوم عن الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير، يعني ماذا يتذكر الناس عن فبراير وماذا تعني هذه الثورة للشباب الذين خرجوا فيها والمشاركين بعد مرور 7 سنوات؟ نعم أخي الكريم، شكرا جزيلا على الاستضافة. بالحقيقة مر إلى الآن 7 سنوات على ذكرى فبراير، هذه الثورة التي انطلقت بدايتها من فوهة الحناجر الملتهبة من الشباب الذين خرجوا تلميا إلى هذه الساحات، وكان الهدف الرئيسي هو إسقاط النظام
وكان ذلك بسبب الترتبات والفساد الذي كان متفشيا في الجمهورية اليمنية على رأس النظام السابق. وطبعا كان هناك مطالب ملحة للشباب السلميين، وهذه الثورة التي هي تمثل عزة اليمن ورفعته، وتمثل أيضا حجر الزاوية للدولة المدنية القادمة. نعم. طيب يعني هناك من يتحدث سيد محسن يقول أنا يعني ما الداعي لثورة في ظل الوضع التي عاشته اليمن قبل العام 2011؟ لا، هناك كانت ضرورة ملحة للثورة على طبيعة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي، على اعتبار أن هذه الثورة كانت منحنى جديد استطاعت أن ترسي بعض القواعد وتقوم بتفكيك النظام العائلي والنظام التوريث، وهذا هو يعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الثورة الشبابية السلمية. نحن لا نقول بأن الثورة الشبابية السلمية استطاعت أن تحقق جميع أهدافها، ولكن استطاعت أن تلغي أو أن تكسر هذه القاعدة التي كانت مترتبة على أكثر من 3 عقود. لكن سيد محسن يعني هي مشكلة التوريث يعني مشكلة وحيدة فقط يعني التي جعلت بأن الناس الخروج في ثورة 11 من فبراير، أم أن هناك يعني مشاكل كثيرة على المستوى المعيشي على المستوى العدالة وأمور كثيرة؟ نعم 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 أخي الكريم، نعم أخي الكريم، كانت هذه إحدى النقاط. أما الأسباب الرئيسية فهي الفساد المالي والإداري، المستوى المعيشي أيضا، التدني في المستوى التعليمي والصحي والمهني وفي جميع مرافق الحياة. كان الذين خرجوا إلى الساحات كان مطالبهم دولة مدنية حديثة، كانوا يطالبوا بالحرية، كانوا يطالبوا بإرساء قواعد لدولة يمنية حديثة. وطبعا كانت هذه هي الطموح بغض النظر عن أي انتماءات أو أي تيارات أخرى انضمت وانطارت في إطار الثورة، على اعتبار أن الثورة طبعا انضمت جميع التيارات وجميع الكيانات الموجودة في الساحة، سواء كانت هذه التيارات سياسية أم اجتماعية أم شبابية أم طلابية. نعم، لكن سيد محسن يعني ما حدث في 3 سنوات الماضية، هناك من يرمي كل هذا الحمل على ثوار فبراير وثورة فبراير. الشيء طبيعي أنها تكون هناك ثورة مضادة أخي الكريم، على اعتبار أن هؤلاء الذين كانوا يقدسون رموز سلطوية رحلت، وطبعا تم طوي صفحتها. شيء طبيعي أنهم يلقوا بحملهم وب بأعذارهم على شباب فبراير وعلى هذه الثورة، وهذا الكلام غير صحيح. فلم تكن ثورة شباب فبراير لم تكن فتنة، لم تكن فتنة أخي الكريم. فإذا كانت ثورة شباب فبراير فتنة، فماذا نسميها ثورة 21؟ 21 من سبتمبر، هذه الثورة المضادة التي جاءت وانقلبت على النظام الجمهوري وانقلبت على الجمهورية اليمنية. كانت مسير ثورتنا السلمية أخي الكريم، لم نقطع شجرة واحدة ولم نطلق طلقة واحدة، استمرنا في الساحات على مدار 2 كاملة. وكان هناك نموذج رائع جدا جدا جدا، ثورة الشباب السلمية هي تعتبر نموذج للثورات العربية والربيع العربي بكل فخر واعتزاز. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد محسن، محمد محسن كان معنا من القاهرة. وبهذا القدر من الاتصالات نكتفي مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج المنصة. أشكر جميع المتفاعلين والمتصلين معنا اليوم، وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل عمر النهمي، وهي أيضا التحية من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.